فكرة كنت ناطرة هذا اليوم من زمان كتير. لك صحيح شفت لي بنت عمها؟ لا مو معقول شو قليلة ذوق. لك كيف هيك ما تركت شب من شرة ما رقصت معه؟ ولو؟ لك عيب عليا تقول انه هذا عرسنا مو عرسة. روحي شو بدنا بهذا الحكي هلا نحن؟ ها؟ لا ولا اخوك؟ لك شلون بيعزم رفقاته من دون ما يقلنا اه؟ روحي مالك جوعانة؟ اه هي والله كتير جوعانة انا. صحيح على سيرة العشاء، أنا كم مرة أكدت عليك تحكي مع المطعم مشان الأكل؟ شلون هيك اليوم بينزلوه بارد آه؟ بكرة العالم ما عنده شغلة وعملة إلا سيرتنا. فعلاً أنت ما خرج الواحد يعتمد عليك بشي. روحي الحمد لله هلا يعني كل المعازين انبسطوا وطلعوا مبسوطين ومروقين ومكيفين. قلتك شو رح نتعشى؟ روحي هلا أكيد ماما عاملة حسابنا ومعبية البراد. لكن بيبي انت جاهز العشاء؟ لمين ما انا غيرت ثيابي؟ انا جاهز العشاء؟ ايه لمين ما انا غيرت ثيابي؟ خربتي البيت روحي. يا ربي يا الله شو عشاء ما عشاء؟ روحي؟ سوري حبيبتي بس ما بدك مساعدة بالفستان؟ بيبي روحي. لك معقول بعدهم نايمين بعد كل هالداء العماش؟ لك امي شوف رمال الله لك والله عيب العالم لسه نايمة لسه عرسان لك امبارح كانت سهرة عرسون معقول عم دق العالم من راس الصبح والله عيب كيف سيارتك وجيت معك انا لك شو بكي جناتي كمي نايمة لك شو ما كنا عرسان قبله بعدين انت بتعرفي ستك شو عملت فيني الصباحية الساعة 7 فيقتني مشان اشطف البيت وحضر الفطور الله يرحم ستي ويرحم هذيك الايام اسكتي بنتي بدي اطمن عليها شو بكي أنا عم قول لحالي البناية منورة منورة بوجودك حبيبتي أكيد جايين تصبحوا على الأرسان أي والله من الشحادة وبنتها لا أنتو الجيل الجديد الوقت تغير عندكم يعني شو بدنا نقضيها حكي على الباب تفضل تفضل نشرب فنجان قهوة لا يسلموا إيديكي هلا بنشربها عند رولا لا والله إلا ما تشربيها عندي بعدين عندي صار لك شهر وعدتيني بزيارة إلا ما تفوتي تشربيها ايه وبالعلامة انتي وعدتيني انه تقري لي الفنجان ليش بتقري الفنجان؟ يعني على قدي مو كتير ايه لكن عالسريع الله يخليكي لانه جايبين له فطور ما بيصير هيك القصور ما نتأخر عليهم يا ميت اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا تفضلوا يا سهلا ميت السلامة نور البيت يا ميت اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا ميرسي شكرا كثير على القهوه شرفتوا وانستوا بس هي الزياره ما محسوبه كثير قصيره الكم علي زياره ثانيه وتكون طويله يا لطيف شو اطول من هيك اصلي ساعه بستناكم لحتى تقري لي الفنجان وانا قاعده على النار بدي اطمن على بنتي الله يصلحك خلاص امي هي اطمنتي عليها بالفنجان وهلا بتطمني عليها بالواقع يلا روحي اطمني عليها عن اذنكم الله معك سلامه ان شاء الله يكون فنجانه صح وما يكون صاير له شيء انك شو بيصير له؟ ما بعرف بدي اطمن على بنتي دخيلي لك امي شو بده يكون صاير له؟ انا بفتح رح اورجيك انه هي امك اللي على الباب ماما ليش ما عم بتردوا؟ شوفي ما في شيء ماما كيفكم؟ الحمد لله طمنيني انت منيحه؟ اهلا وسهلا شلونك حماتي شو اخبارك مرحبا ريم اهلين ما تواخذونا بنعرف انه عرسان يعني جايين بكير حقكم علينا لا لا ولا يهمك اهلا وسهلا تفضلوا حماتي اهلا وسهلا نورتوا قد الساعه صباحية مباركة يا عريس الله يبارك فيك يا حماتي ان شاء الله الف مبروك الله يبارك فيكم يا رب الله يبارك فيكم بما اننا مجموعين كلياتنا شو رايكم هيك نكسبكم على فطور ظريف ما انا هيك عامله حسابي جبت معي فطور قلت بركي ما في عندكم شي تاكلوه بقى الله يرضى عليك خدهم جهزهم لا ماما ما حلو خلاص انا بحضر الفطور لك عدي انتي ما بتعرفي وين محطوطين الصحون هو بجهز الفطور ايه براسي انا بحضركم الفطور لكن انا كمان جاي اساعدك قدي الساعة لين حماتي يعني تفضلي ماما اشتقت لك كتير اسمعيني هلا اجت شي حماتك قبلي وجابت لكم فطور لا شو بده يجيبها لانه لو بتفهم بالذوق وبالاصول كانت اجت بس شو بدك تقولي ايه والله لو ما نو قصي مزوق ما كنت بعطيكي لهالعيله لك بس انت عنيده لكن جوزتك لابن اخي
شوفي اختك جوزتها لابن اختي، يسلم لي يا عم ربنا، شو بحبه لو اي ما في منه. بس انت عنيده. ماما بحبه، شيني نعمل هالقصه هلا؟ خلص صح اسكت، بس بتفهمي قصي، يفهم امه الاصول، لازم كانت تجي وتجيب لكم فطور وتطمن عليكم. حاضر ساعدك. شلون؟ الا اذا بدكم انا اشيل الاكل بشيله. لا 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 معلش، بمزح معك والله، بمزح معك. لا 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 بوس ايدك، لا بوس ايدك والله، والله بمزح معك. ولا تزعل، عادي يا حبيبتي، عادي انا بشيل، انا بشيل. ولا روحي ديري بالك على ماما، هي بلكي بدها تقول لك شيء، انا بشيل. كلك ذوق كلك ذوق. ماما يعني ما كان بتأجل حديثك لبعدين؟ ولك اسمعيني، انا عم بختبره، عم شوفه مزوي ولا كان عم بيمثل علينا بتصرفاته؟ فهمتي علي؟ لكن حبيبتي هو اخذ عروس مو خدامه، اذا ما له قدران يساعدك يجيب خدامه، ما له قدران يجيب خدامه يقوم يساعدك. صح صح صح. قبل ما اروح على البيت الله يصلحك والله بيتكسروا اجري. سمعت لخالتك؟ ايه خلص بعت شوفير. ماشي يلا 10 دقائق بنكون على الباب. باي حبيبي. يلا الله يرضى عليك، لك تقبر قلبي شو بحبك، لك ما بيرفض لي طلب. طبعا مو انا مجوزته بنتي البكر. حبيبي ماما مو لانه مجوزتي بنتك البكر، لانه بيحبك. ماما كمان قصي بيحبك كثير. حواجبه ولا عيونه قالوا له على المغتسل بيبين كل شيء. لا يا حماتي والله العظيم، انت غلاوتك بغلاوه رورو وحبك بحب رورو. يلا خلينا نمشي، بتكون اجت السياره لبين ما نطلع. قاعدين حماتي قاعدين. المهم نحن عملنا باصلنا واجينا شفناكم وطمننا عليكم، مو مثل غيرنا. خلص نحن حنترككم ترتاحوا، هلا انتم عرسان، يلا بخاطركم امشي ماما. الله معكم. ارتاحوا بنعرف الطريق. باي مامي. باي مامي. شفت ماما شو بتفهم بالاصول؟ هي اجت لعنا من الصبح وجايبه فطور، مو مثل امك. يا فتاح يا علي، امك بتفهم بالاصول، امي ما بتفهم بالاصول. خلص ما علينا هلا، المهم فرجيتك الساعه تبعي؟ لا الساعه اللي بتضوي بالليل. قصاي اي تايم. دخلك انت مشرفه حماتك، ما بظن تشرف اليوم. لا ليش؟ إيه انا قلت له لقصاي يعني اليوم مباركتنا، مو ضروري كل ما صار عنا مباركه تنط العيله. لك شو هالحكي؟ لا ماما انت غير، اصلا نحن ما فينا بلاكي. انت بتفهمي بالاصول وبالاتيكيت. فتحت لك هالبراد لقيته متروس. لك شو بو قصي مروح كل معاشه على الاكل؟ هو هيك ضد عقله يفتح البراد ويلاقي شيء ناقص. ايه ليش لا، حلو الرجال الكريم. ايه بس يعني مو محرزه كلكم اثنين بالبيت، المصروف لازم يكون بايدك وانت تقنني. حبيبتي شوفي اختك بيتها قصر، عندها سيارة، هي غير سيارة جوزها. شو بكي؟ ما بدك تصيري مثلها؟ يا ماما ريما تجوزت من لؤي وابوه عطاه كل شيء، يعني لا دبروا ولا تعبوا بشي. اما انا وقصي موظفين وراتبنا على قده، الحمد لله نحن مو ناقصنا شيء. ولك ناقصكن مو ناقصكن، بتعملي مثل ما عم بقلك، عم تفهمي؟ المصروف بيكون بايدك وبتعلميه على التقنين. ولك يا جدبي الرجال ما بيتسلم مصاري، تعرفي ليش؟ عينه بتطلع لبرا وبيتجوز عليكي. ايوه مو ناقص غير يتجوز علي. إلا كان شو مفكرة انت؟ طب ماما علميني شو اعمل. طبعا رح علمك، لكن ليش انا ام؟ مشان علمك. اهلين ماما. اهلين حبيبتي. اهلين وسهلين. شلونك روحي؟ والله مشتقت لك. شو الاخبار؟ الحمد لله. شلونك تقبرني؟ ماشي الحال. ليش هيك وشك تعبان؟ لا مو تعبان، اكلنا فول اليوم الصبح. ايه بقيت اطلع هيك اتهضم لي شوي يعني. روح كل هالفولات. خير ان شاء الله. شوف ماما ان شاء الله الف مبروك، هي هدول 50,000 مني ومن اخوك، مباركه. الله يخلي لي اياكي. وهي 200,000 من عمومك واخوالك، ان شاء الله تصرفوهم بالهنا. لك الله يسلم هالايدين، الله يسلم هالايدين. بوصيلي اياهم كثير. قال بيسلموا عليك وبيقولوا لك ما بده يلبكوك، انا بالنيابه عنهم عم بارك لكم.
مزوقين مزوقين، بيعرفوا يعني لساتنا عرسان نحن. اي والله. يسلموا ايديهم. يلا اسمحوا لي انا بدي اروح. ماما عايزه تغدي معنا. تقبرني لا، انا اخذت من وقتكم كثير، بس انا حبيت اجي اطمن عليكم واجيب لكم هدايا وبارك لكم. لك اروح استني لغير قميصي واطلع وصلي. لا لا تقبرني، خليك مع عروستك. خلص والله ما حدا بيطلع وراي. يو يلا خاطركم. الله معك روحي. شو بك يا روحي؟ ليه معصبة؟ يعني اهلك لإمتى بدهم يضلوا بلا ذوق؟ اه يروحوا يتعلموا من امي شوية ذوق واتيكيت. ليش ماما حكيتك شي يعني بغيابي زعلي؟ لا تجذب علي قصي، المفروض انه اليوم المباركة الهدية تنعطى لإلي، راحت امك عطتك اياها إلك، وشو؟ ظروف مصاري. يا روحي ما انا وياكي واحد. حتى ولو، بس انا عرفانة ليش عطتك اياهم، هي ما بدها يعني انا استفاد منهم. لك منيح اللي ماما ما كانت هون، كانت سرعتنا. وعشو بدي اعتذر لك عن تصرفات خالتي هيفاء. ولك دخيل قلبك يا خالتي هيفاء، اذا حدا قدك بيفهم بالاتيكيت. معقول خالتها بتفهم بالاتيكيت؟ قصي تعال. تجوزنا وطلبنا السدرة، كان هدفي العيلة والعشرة، حبيتها من أول نظرة وصار المكتوب. تجوزنا وهديت الحكاية أمر